سلام وريضاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. مرحبا بالمتتبعات الجدد في القناة، ومرحبا بالمتتبعات الوفيات للقناة ديالي. شكرا لكم بزاف على التتبع ديالكم. اليوم جيت غنخدم معكم هاد الرشيمات اللي خدمت القفطان اللي غندير ليه في الكتاف، الرشمه اللي خدمت معكم البارح هادو غادي نديرهم معاها غنديرهم في الكتاف. خدمتهم كما موالفين الطريقه ديالهم، و غنشرح لكم الطريقه باش خدمتهم. طريقه سهله ومبسطه كما عودتكم معايا دائما. تابعوا الفيديو الى الاخير وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. هذه هي الرشمه اللي خدمت معكم البارح. هنا جيت باش نخدم هاد رشيمه صغيره للكتاف كما شفتوا معايا. غادي نتراسيها في جيلاتين، غنتراسي جوجات باش يخرجوا لي بحال بحال وفي نفس العبار، وعاد ندوز باش غادي نخدمها. هنا البنات فاش كنتراسيوهم غندوز دابا باش غادي نخدموا الخدمه. غادي نخدم بنفس السلعه اللي خدمت بها الرشمه اللي شاركت معكم البارح، يعني نفس الهرم، الكافيار، الزمرد، الحجر، شميشات، يعني نفسهم. غادي نزيد غير هاد الهرم، هاد الاستخاص الغليظ، هذا هو اللي غنديروا في هذوك الهضب اللي هابطين. علاش؟ باش يجيونا باينين وما يبقاش يتلاصقوا لنا مع بعضياتهم، لان الرقيق غادي تيبقى كيتخبل مع بعضياته. صافي، هنايا غادي ندوز باش غادي نلصق هاد الرشمه مع الطبله ونبداو الخدمه بالاستخاص. غنشارك معكم اليوم البنات هادو ديال الكتاف، غدا ان شاء الله ولا المهم وقت ما ساليت المضمه حتى هي غنشاركها معكم باش تشوفوني كيفاش غادي نزينها. هي راه خدمتها، عطيتها للمعلم يخدمها. صافي، وعاد غنجيبها نزينها باش تمشي اسوغتي مع القفطان. وضروري نشارك معكم شنو اللي غادي نخدم ليها. صافي، والطريقه ديال الخياطه ديالو الا بغيتوني نشاركها معكم، ديال كيفاش غنثبت هاد الرشمات على القفطان، خليهم لي في التعاليق ونشاركها معكم. هو حك مبرة، ما غاديش ندير نفس الطريقه اللي كنثبت بها، غتكون شويه مختلفه لان المبرة ما كتبغيش نضغطوا عليها بالمصلوح اولا بالبريسه. ضروري خصنا غير نخيطو، وعاد ديك الساعه كنلصقوها بالمقلوب. مهم الا بغيتوني نشاركها معكم خليوها لي في التعاليق البنات اللي ما غيفهموش. صافي، هنايا غادي نكمل الرشمه، غادي ندوز باش غادي نعمرها بالزمرد والهرام والكافيار. وهاد الحجيرات غادي نديرهم هنايا الوسط، علاش؟ باش نعطي الشكل ديال الرشمه يجينا متواتين معاه. صافي، ونفس الخدمه كما درت في الرشمه الكبيره، غادي نعمر بالهرم بالزمرد، وعاد نعمر بالهرم الكافيار. خليكم معايا تشوفوا الطريقه. هنايا البنات ملي ساليناها غندوز باش غادي نقطعها، نفينيوها مزيان من الجناب باش ما تهزليناش الكافيار وهذا من الجنب. غندوز نعمرها مزيان. الدور ديال الكافيار البنات هو كيفيني لينا الرشمه، كيخليهاش تبان هكاك، يبقى يبان جيلاتين ديالها وخاويه.
كتعمر وكتجي مزيانه وما كتبقاش حتى الجيلاتين تلصق. صافي بحال هكا هذا الشكل. غندوزو دابا باش غادي نصايبو هذاك الهدب بالاستخاص الفيت اللي خدمتهم معاكم، غير بالنسبه للبنات اللي غيكونوا اول مره. غندوز باش غنقطع الاستخاز، غنقطع بالتساوي واحده صغر من وحده صغر من وحده صغر من وحده، غنديروا اربعه. غيكون القياس انتم واللي بغيتو، بغيتو الهدب كبار بغيتو الهدب يكون غير قصار، هذا غيبقى على حساب الشكل انتم اللي بغيتو. انتم غتعبروا غير في الاول صافي، كتبقاو غاديين كتزيدوا سنتيم ولا جوج هكا، سنتيم من جنب سنتيم من هنا سنتيم من هنا، ولا ربعات العينين ولا خمسة، فهمت؟ على حساب اللي بغيتو تحسبوا بالاستخاص بغيتو تحسبوا غير بالسنتيم. صافي وندوز باش غادي نلصقهم في الجيلاتين. كنلصقوا جوجات الاولين وكنمشيو للجهه الاخرى نلصقوا. ضروري ما يكون مقاد، ما يكونش لي استخاص ملوي، الا كان ملوي راه ما غاديش يجي، خاصكم تردوا البال انه يكون غادي لكم في خط واحد بحال هكا، خاصو يكون كيشوف لينا الفوق وحاولوا ما يتلواش لكم الاستخاص. صافي حتى كنساليوهم وغادي نلصقوهم دابا في الرشمه، غنلصقهم مزيان ونضغط عليهم من الجناب هكا كيلصقوا لينا هذوك الهدب مع الرشمه مزيان. بعد ملي كنخيط راه كندوز عليهم في الجناب. صافي وهذا هو الشكل ديالهم كيفاش كيجي، كيجيو غزالين البنات. هادو البنات استغلوهم حتى في ماشي غير في الكتاف، الا بغيتو ديروهم هكا في جلابه ولا ديروهم في رشيمه، ديروهم رشيمه بنيه صغيره اللي بغيتو.